السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم أفضل 20 اختراعاً عبقرياً في اليابان. الكثير من الدول سنوياً تبتكر العديد من الاختراعات، ولكن منها يبدأ تصديره للدول الأخرى، والدول الأخرى تحتفظ باختراعاتها لنفسها، منها اليابان. نشاهد في هذا الفيديو أغرب اختراعات موجودة في اليابان فقط. خوذة الدراجة النارية هي خوذة مخصصة للسيدات فقط، ومصممة بتصميم مخصص لإطلاق الشعر من الخلف، ويأتي ذلك لاهتمام اليابان بالسيدات وعمل حماية لهم. المعابر القطرية هي مخصصة لمعابر الطريق في طوكيو، وهي على شكل حمار وحشي، ولكنها تحمي العابر من السيارات وغيره عن طريق السير بأحكام بأماكن مخصصة. تحويل مقاعد القطار، يمكنك تحويل مقعدك إلى أي جانب تريد. الميكروفون الصامت، إذا كنت لا تريد أن تزعج الآخرين بسبب الغناء الخاص بك، أو إذا كنت تخجل من الغناء بصوت عال، فهذا الاختراع يساعدك على سماع صوتك فقط. المتاجر الآلية هي متاجر لن تسأل أحد عن شيء، فيوجد بها روبوتات وآلات آلية تحل محل الناس. فندق للديناصورات على شكل روبوت، فندق مخصص للديناصورات للحديث معهم عن طريق روبوتات مخصصة وأداة تعريف لما يقولون. منديل يغطي وجهك عند تناول البرجر. ابتكر هذا المنديل لتغطية الوجه، وذلك لعدم الشعور بالحرج عند أكل البرجر، فأكله يتطلب فتح الفم على نطاق واسع، فابتكرت هذه الفكرة. فرشاة التنظيف الآلية هي فرشاة تتحرك بالمتحكم الخاص عن بعد لسهولة التنظيف والحركة. مكان لمقعد طفل في حمام عام، مقعد مخصص للأطفال داخل الحمامات لعدم تركهم بالخارج أثناء دخول الحمامات. مقهى للقلوب الوحيدة، إذا كنت تشعر بالحرج من الجلوس بمفردك في المقهى، فخصصت لعبة ضخمة يتم وضعها أمام جالس وحيدا في المقهى.
النظارات الشمسية للكلاب. هذا الاختراع يبدو غريباً في البداية، ولكن بعد ذلك أدرك أن الكلاب تتأثر بأشعة الشمس، فتم اختراع هذه النظارة لحماية الكلاب من الشمس. وسادة للاستلقاء والعمل. عند العمل على الحاسوب الخاص بك ستساعدك هذه الوسادة وتعطيك الراحة التامة بدلا من الجلوس الخاطئ. صرافة لتوفير المياه. هو عبارة عن حوض مياه للغسل العادي أعلى خزان المرحاض، وذلك لاستخدام المياه بعد الغسيل في المرحاض، وذلك لتوفير المياه، مما يجعلك تستفيد من المياه مرتين. تاتامي المتحولة. هي عبارة عن سجادة تستخدم في تحويل أي شيء على الأرض أو تناول الطعام أو النوم، وتحويله إلى حامل كمبيوتر، وتسهل عليك الكثير من الأمور في عدم وضع أي مفروشات في الشقة. وضع الاسم الأخير للمالك بدلا من رقم المبنى. العثور على منزل في اليابان من خلال العنوان أمر صعب، لأن معظم الشوارع ليست لديها أسماء، وتستند أرقام المنازل على تاريخ بنائها. لهذا السبب يمكنك أن ترى في كثير من الأحيان لوحة مع اسم صاحب المنزل لتوفير البحث. موقف للسيارات. يمكنك العثور على هذه بجوار العديد من المباني أو المكاتب، وهي للحماية في وجود المواقف. علب سهلة الفتح، على عكس العلب التي اعتدنا عليها، هذه العلبة لها حلقة خاصة تجعلها سهلة الفتح. حذاء منفصل للحمام. سترى هذا النعال في كل منزل ياباني أمام الحمامات المنزلية، لأن اليابانيين يعتبرون حمامه المكان الأكثر راحة في منزلهم، فلا يستطيعون إدخاله في نفس الأحذية التي يمشون حول بقية البيت بها للحفاظ على نظافته. حامل الآيباد. هو حامل يساعدك على تحريك الآيباد في أي مكان تريده، وذلك لتصميمه المكون من أرجل وذراع وقاعدة لحمله. وضع جيوف في ربطة العنق. يوضع جيوف في ربطة العنق لسهولة حمل النقود بدل البنطال، وذلك لتجنب السرقة. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.